كل الاخوه اللي صبحوا بتواصلوا معنا مع هذا من بيتنا، من باب بيتنا، منزلنا في الحاره الفوق برنامج بصراحه مع الوكيل، والطريق الى مع البنك العربي نابلس الوطنيه وجريده الراي الاعلامي. قضبيج الدار احمد سليمان اليوسف والندى ما شاء الله كأنه مطر. كيف الموزيه؟ حامل يا حرام وحده ماكل. هذا باب بيت الخربي، باب بيت، هذا البيت الخارب اللي هو كان لخليل سليمان اليوسف اللي سافر على فنزويلا ولم يرجع. وهيهم سرقوا الاحجار اللي من فوق يا حرام يا حرام. شايفين؟ الساعة الثالثة بعد الظهر من المدرج الروماني إلى أمانة عمان القرية، بنفس المسيرة وعلى الهواء مباشرة من قبل الأمم. إف إم إنرجي ومجلة ليالينا. عبود؟ بدك تجي ولا لا؟ لا ما عندي حد. هذه أول دار لابن الحاج فايز الصابوني، وهذيك لابن يوسف النوري. ليش زعلان؟ أنا كمان ما نجحت، بس شو يعني؟ ابن عمي راسب بالتوجيه بس ما استسلم. يعني شو بدي أعمل؟ ولا إشي، أخذ دورة في مركز تدريب كلية القدس، وبعدين اشتغل وتزوج ما شاء الله عليه. هاد مش حالكم بس، لازم هذا كنا نسميها المنطقة طان السوق. التدريب المهني والتأهيل الوظيفي في كلية القدس، طريق المطار. هاي الطريق بتوصل للعين. وهذه بتوصل لحارة الصواب، هم قاعدين برا. اوه. هاي دار حياة أبو عطاء السعادي، وهاي دار أبو ربحي. هلا بدي أروح على الشمال لأنه بدي أروح على نابلس. حياة المرحوم محمد يوسف مسعود. هذه الدار المرحومة اشتيلة، دار عوض العيد، راحوا ماتوا وراحت الدار. هذه حارة صارت اسمها حارة الصوابني، هاي اللي كانت جناني، هذه كانت جناني للمرحوم سلمان السلامي ابو ميركو. هذه بكت جنانة أبو ميركو سلمان السلامي، وكلها تين خضاري وخرطمانية وموزية، وكنا نضمنها كل سنة ناكل تيناتها. وهان دار أحمد السعيد الواوي. والطلاب في طريقهم إلى المدرسة، هيهم الطلاب. كيف حالكم يا شباب؟ جاي هيك الشمس، هذيك الشكل أحسن، دوروا هيك.
هذه كانت الإدارة المدنية سابقا دار صقر. ولاد مين انتو؟ لحظة شوي لحظة. بمين؟ فؤاد؟ أنو فؤاد؟ الحج حامد؟ ما شاء الله بعرف سيادك بس أصحابي كانوا الله يرحمهم. خالد وشو اسمه الثانية؟ شو اسم سيرك الثانية؟ وفي واحد اسمه خالد والثانية؟ عوض عوض الحج حامد. ونيت؟ أنا ابن مكبل. ابن أحمد؟ لا أنا ابن مكبل الحج حامد. ابن مكبل الحج حامد أبوك اللي بيشتغل في البنا. أيوة موفقين. يلا السلام عليكم. وهذا سور أرض صاهين. هدول 18 درهم زيتون. هاي عمارة نافذ سعيد عبد القادر. وهاي الدار. وهاي الطريق إلى المقبرة. والله شايف سلامي فوق. شايف سلامي فوق. فوق شايف. شايفك شايفك. وهذه شجرة الفلفل الأسود. وهذه كمان من تحت وفوق لأولاد سعيد عبد القادر. يعني أبونا بس ما طلع الناس شيء. طلعنا زي مصيف كراوات صيفين الغور. طيب هاي بطريق الفجاج ما صورناهاش ولا مرة. خليني أمر من هون. الطرق محفرة وشو نعمل؟ فهذا بنوجهه أبو مرعب سامر المرعب. هذه الاتصالات. وهذا الجامع من الناحية الغربية. يا ساتر هاي الطلاب المدرسي في طريقهم إلى المدرسة. أولاد الحارة. هذه منطقة الفجاج ما شاء الله. هذه دار نعمان ما شاء الله. مبروك مبروك إن شاء الله يا نعمان. هاي حارة اللي كان يقولوا ضبع الصواني ومحدش يقدر يصل لهون في المغرب. ما شاء الله. وهي في عمارات هون ما شاء الله. منطقة الفجاج. هلا بدي اجي من هون. هاي لمحمود الحسين الحج عليه من اخوال ابن خال ابوي ابو حسين. ودار عوض البسي ما شاء الله. ابو حسين يرحب بكم. هلا نايم ابو حسين. اوكي هذا كله صورناه. يا الله بكفي.